ماذا لدينا اليوم؟ عواصف ثلجية عملاقة وأمطار من اللحوم ومخلوقات تستخرج الماء من الصخور وضفادع تشبه وولفرين. يا إلهي، يخفي كوكبنا الكثير من الأسرار الغامضة التي لا تعد ولا تحصى، لكن لنكشف الستار عن القليل منها على الأقل. ما رأيكم؟ هناك جين يؤثر على نموك سمي على اسم القنفذ سونيك، كما أطلق اسم بوكيمون وفالكرو على جينين آخرين، لكن تم تغيير اسميهما لاحقاً. تحافظ الحيوانات البرية وبخاصة القرود على مسافة فيما بينها لتجنب العدوى عند مرض أحد أفرادها أو مجموعة كاملة. لدى تمثال الحرية إصبع قدم مورتون، وهذا يعني أن إصبع قدمها الثاني أطول من الكبير، و10% من الناس يعانون من هذه الحالة، وفي اليونان القديمة كانت تعد هذه من علامات الجمال. هناك نوع فرعي من نحلات العسل في جنوب إفريقيا يمكنه إنجاب نحل عامل جديد دون أي مساعدة من ذكور النحل. الأنهار الجليدية تعمل كمتاحف طبيعية لتاريخ البشرية، فمن خلال دراسة طبقات الجليد يمكننا أن نكتشف بدقة كيف عاشت المجتمعات القديمة في أي عصر من العصور. يوجد مقياس حرارة صغير داخل كل خلية في الكائن الحي يحدد ما إن كانت الحرارة عالية جداً، ويغير بناء على ذلك طريقة عمل الخلية. لإظهار جوعه يستلقي ثعلب الماء المحبوس على ظهره أحياناً ويقذف الحجارة للأعلى ويلتقطها عندما تسقط. يمكن لسمك قرش النمر السباحة لآلاف الكيلومترات وعبور محيطات كاملة، لكن لا أحد يعرف سبب قيامه بذلك. لدى الوزغة أو البرص آلاف الشعيرات الدقيقة على أصابع أقدامه، وتساعده هذه على التسلق والتمسك بأي سطح. يشرب الكوالا بلعق الماء من جذوع الأشجار التي يتعلق بها. يستخدم دماغك نصفاً مختلفاً لتخزين الذكريات المختلفة. يتم تخزين الأشياء التي تسمعها أو تقرأها في نصفه الأيسر، ويخزن الصور أو الأحداث التي تراها في النصف الأيمن. تربك ضفادع الشجر الحيوانات المفترسة بإصدار صوت نقيق في تزامن مثالي تقريباً فيما بينها، ونتيجة لذلك يسمع عدوها صوت ضفدع واحد فقط، بينما قد يكون هناك العديد منها. تفضل طيور النورس الطعام الذي يحمله البشر على الطعام الذي لم ترى البشر يلمسونه. تعد صحراء أتاكاما في تشيلي أحد أكثر الأماكن جفافاً على الأرض، لكن تعيش فيها كائنات حية مجهرية قادرة على استخراج الماء من الصخور حرفياً للبقاء على قيد الحياة. توجد فيروسات عملاقة مخبأة تحت الجليد والأرض المتجمدة في أنتاركتيكا وسيبيريا، وهي أكبر ب10 مرات من الفيروسات المعروفة، ويمكنها العيش لعشرات آلاف السنين. الهواء الساخن يرتفع والهواء البارد ينخفض. تنطبق هذه القاعدة على جميع الأماكن باستثناء المناطق الاستوائية. يرتفع الهواء البارد والرطب فيها هناك بدلاً من الدافئ، مما يحافظ على استقرار المناخ. قد تسبب الأمطار الغزيرة ثورانات بركانية. يشق الماء طريقه إلى الجبال النارية ويزيد الضغط، مما يؤدي لاندلاع الحمم البركانية. قبل 66 مليون سنة، لم أكن موجودة آنذاك، عاش مخلوق غريب يشبه القندس مع الديناصورات في مدغشقر. تم اكتشاف خنفساء أوراق شجر قد تخفف الحساسية لدى ملايين الناس. تتغذى الخنفساء على محفزات الحساسية القوية، ويعتقد العلماء أنها قد تنقذنا من الكثير من مشاكل الحساسية. سمك السالمون، والذي يسبح آلاف الكيلومترات سنوياً، قد يستخدم جزيئات صغيرة من الماغنتايت في جسمه للتنقل عبر المجالات المغناطيسية. قد تبدو حرائق الغابات خطيرة، لكن الحرائق الصغيرة مفيدة للبيئة. على سبيل المثال، تساعد نحل العسل البري على التكيف مع الظروف القاسية. في عام 2018
ضربت عاصفة برد مدينة في الأرجنتين حملت قطع جليد بحجم كرة الطائرة. هيا! توجد حديقة جوارسية حقيقية في المغرب، تعد منطقة كيم كيم مصدراً غنياً لأحافير الديناصورات، حيث عثر فيها على عشرات الأنواع في العقود القليلة الماضية. في عام 1876 شهدت ولاية كنتاكي الأمريكية أمطاراً من اللحوم. سقطت رقائق وقطع من اللحوم النيئة من السماء واستمرت في الهطول لبضع دقائق. هذا غريب. قد تصل درجة حرارة الصاعقة لخمسة أضعاف درجة الحرارة على سطح الشمس. يمكن لنوع من الضفدع المشعر في الكاميرون كسر العظام في أطرافه لإنتاج مخالب حادة تخترق جلده. هذا ضفدع والفرين حقيقي. عادة ما تكون العلكة وردية اللون لأن أول علكة تجارية تم صنعها في عام 1928 كانت بهذا اللون، وذلك لأن الوردي كان اللون الوحيد لصبغات الطعام المتوفرة في المصنع. لكن ظهرت أول علكة في العالم قبل حوالي 10,000 سنة. مضغ الناس في ذلك الوقت قطران لحاء البتولا. قبل عام 1904 كانت تايمز سكوير يسمى لونجاكر سكوير، لكن عندما نقلت صحيفة نيويورك تايمز مقرها إلى هناك تم تغيير اسم الساحة لاسمها الحالي. لا يمكنك تسمية مجلد بيكون على أي إصدار من نظام ويندوز. القطط والكلاب لها 3 جفون إلى جانب العديد من الحيوانات الأخرى مثل الإبل والفيلة. يمكن للضفادع أن تتجمد وتعود لطبيعتها دون أن تتأذى. للموز شكل منحني لأنه يتجه ناحية الشمس. عندما تأكل طعاماً حاراً فإنك لا تشعر بطعمه بل بنوع من الألم. يمكن للكلاب معرفة الوقت بالشم وتقوم بذلك بدقة. تعد اللاما والحمير حيوانات حراسة ممتازة للماشية وخاصة الأغنام. في بعض مناطق الصين يوجد لدى الشرطة طيور أوزان للحراسة بدل الكلاب. قسم أبوقراط الذي يؤديه الأطباء في جميع أنحاء العالم تم تعديله آخر مرة في عام 1964 بواسطة لويس لازانيا، ومنذ ذلك الحين يشير إليه الكثيرون باسم قسم لازانيا. يغلي الماء على قمة جبل إيفرست عند 71 درجة مئوية بسبب انخفاض الضغط الجوي هناك. إذا أردت تبديل مجموعة أوراق اللعب للحصول على كل تركيبة ممكنة فستقضي مليارات 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 السنين للحصول على ثلثها فقط. تبدو مضيعة كبيرة للوقت. يمكن لجرام واحد من الحمض النووي تخزين حوالي 700 تيرا بايت من المعلومات. أكبر صحراء في العالم ليست الصحراء الكبرى بل القارة القطبية الجنوبية أو أنتاركتيكا، ويوجد فيها جهاز صراف آلي يعمل. لا أعرف بصراحة ما الرابط بين المعلومتين. لدى وكالة ناسا موظف مختص في الشم منذ أكثر من 40 سنة، وتتمثل وظيفته في اختبار رائحة أي شيء قبل أن يذهب إلى الفضاء. برج إيفل متزوج رسمياً منذ عام 2007. زوجة المعلم السياحي هي إريكا إيفل. يبدو لنا أنها إنسانة لطيفة نوعاً ما. تحتاج إلى حوالي 7,600 لتر من الماء لزراعة محصود يعطيك نصف كيلوغرام فقط من اللوز. بلغ وزن أكبر مولود بشري في جميع العصور أكثر من 8 كيلوغرام. من بين جميع الناس الذين عاشوا على الأرض حوالي 7% على قيد الحياة حالياً. هذه نسبة لا بأس بها. يسمى هزين الدب الأشيب والدب القطبي دب غرولا أو بيزلي، وهو مزيج من الاسمين بالإنجليزية. يسمى هزين البقرة المستأنسة والثور الأمريكي بيفالو. تساعد الببغاوات بعضها بإيثار وبدون سبب، حتى عندما لا يكون الببغاء الذي تساعده صديقها أو قريبها.
السرقاط هو أحد أقرب أقارب الضبع. تضم أستراليا سياجاً بطول نهر الأمازون تقريباً، ويحمي المزارع من الدينغو أو الكلاب البرية. يوجد ذهب في نواة الأرض يكفي لتغطيتها بالكامل بطبقة يبلغ سمكها 30 سنتيمتر. أصغر ديناصور في التاريخ كان بحجم طائر النحل الطنان. في اسكتلندا توجد أكثر من 400 طريقة لقول ثلج. يبدو أنها تثلج هناك كثيراً. بينما يعيش معظم العالم في 2020، لا تزال إثيوبيا في عام 2013 كان تقويمها مختلفاً عن التقويم العالمي. تصل أسماك قرش غرينلاند مرحلة البلوغ وتبدأ البحث عن شريك لها بعد أن تصل 150 عاماً من العمر. متوسط عمرها هو حوالي 400 سنة، لذلك فإن هذا منطقي. إن طي ورقة عادية 103 مرات سيخرجك من حدود الكون المرئي. تأسست جامعة أكسفورد في عام 1096، وهذا يجعلها أقدم من حضارة الأزتيك ب200 سنة. يبدو أن حفلة إعادة شمل الخريجين هناك أشبه برحلة زمنية. احتوى أول كتاب مطبوع في أكسفورد على خطأ في الصفحة الأولى. كان الخطأ في تاريخ طباعته. سبندكس، وهي ألياف تستخدم في صناعة الملابس الرياضية، اسمها عبارة عن جناس ناقص لكلمة تمدد أو expands. قام العلماء بتسريع نمو صغار الحلزون. عندما تعرضت هذه المخلوقات للبلاتين نمت بدون قواقع. اخترعت كرة السلة في عام 1891، لكن حتى عام 1894 كان الناس يلعبونها بكرة القدم. بحلول عام 2050 لن يكون هناك جليد في محيط القطب الشمالي في الصيف. هناك حوالي 3 تريليون شجرة على كوكبنا، وهذا أكثر من عدد النجوم في مجرة درب التبانة ب30 مرة تقريباً. لدى الليمور ذو الذيل الدائري بقع على معصميه تبعث رائحة زكية لجذب الأزواج. قبل حوالي 34 مليون سنة عبرت الرئيسيات القديمة المحيط الأطلسي من إفريقيا إلى أمريكا الجنوبية، ولا أحد يعرف كيف فعلت ذلك. في حين أن الشفق القطبي يكون أخضر وأزرق اللون في العادة، فقد شهدت اليابان شفقاً أحمر اللون قبل حوالي 1400 سنة. في فبراير من هذا العام توقف أطول شلال في الإكوادور، سان رافال، عن التدفق فجأة. ظهرت حفرة ضخمة في الأرض قبل الشلال مباشرة وحولت التيار. كان القطب الجنوبي غابة استوائية خصبة قبل 90 مليون سنة تقريباً. رقم واحد ليس واحداً بالضبط، فهو صفر فاصل عدداً لا نهائياً من الرقم 9. هناك حالة يغلي فيها الماء ويتجمد في نفس الوقت. هذه حالة غريبة لا يمكنني تخيلها. آيكيا ليست كلمة، بل اختصار يشير إلى اسم مؤسسها إنغفار كامبراد والمزرعة التي ترعرع فيها ومسقط رأسه. حصلت المسلسلات التلفزيونية الطويلة على اسمها سوب أوبيرا من المعلنين الأوائل الذين رعوا هذه الدراما في الإذاعة والتلفزيون، حيث كانت بشكل أساسي شركات تصنيع منتجات التنظيف والصابون سوب. يعتقد العلماء أن هناك ما يصل إلى 30 مليون نوع من الحشرات على الأرض، لكن لم يتم التعرف إلا على ما يزيد قليلاً عن 900 ألف نوع حتى الآن. خلال القرن العشرين ذاب الكثير من الجليد قبالة غرينلاند لدرجة أن محور الأرض تغير. المرقط المعروف أيضاً باسم يونيكورن البحار ليس له قرون في الواقع، فذلك الشيء الحلزوني الطويل عليه هو مجرد سن متضخم. قد تنمو شوارب أنيقة على الخيل لتتطابق مع عرفه، وتبدو هذه الشوارب رائعة. أطول صبار في العالم يوجد في المكسيك، ويبلغ طوله 19 متراً، وهذا يعادل طول 4 زرافات مصفوفة فوق بعضها.
في أي لحظة هناك نقطتان على الأرض معاكستان لبعضهما، ولكن لهما نفس درجة الحرارة والضغط الجوي. لأن الطيور تطورت من الديناصورات ولها أسلاف من التماسيح، كان من الممكن أن يتم تصنيفها على أنها زواحف. أسرع طائر حمام ينافس في السباقات يعرف باسم أرماندو، وهو أغلى طائر في العالم أيضاً، فقد تم بيعه في مزاد مقابل 1.4 مليون دولار. تصنع سيارات سباقات الفورمولا 1 بطريقة تجعلها قادرة على السير على السقف عند الوصول لسرعة معينة. ألوان الحلقات الأولمبية ليست عشوائية، فلون واحد على الأقل يظهر في علم كل دولة في العالم. شارك كل من تشارلي تشابلن ودولي بارتون في مسابقة شبيهيهما، وخسر خسارة فادحة. كلف إنتاج فيلم التايتانيك الذي صدر عام 1997 أكثر مما كلف بناء السفينة الحقيقية. تمت إزالة الحرف زي من الأبجدية اللاتينية في عام 300 قبل الميلاد، ثم عاد إليها قبل قرنين. إن شعرت بحكة في ذراعك اليمنى، فانظر في المرآة واخدش نفس المكان على ذراعك اليسرى. هناك احتمال بأن تختفي الحكة. يتهيج لسانك وشفتاك عندما تأكل الكثير من الأناناس بسبب البروميلين، وهو إنزيم يدمر البروتينات. بعبارة أخرى، يأكلك الأناناس أثناء تناولك له. قد ينتج الحصان الواحد ما يصل إلى 15 قوة حصان في ذروة أدائه، ويمكن للإنسان العادي إنتاج حوالي 5 قوة حصان. ويبدو اسم وحدة القياس هذه غريباً قليلاً، ألا تتفق معي؟ يسمى دوار الشمس في اللغة التركية زهرة القمر. من الناحية الإحصائية، واحد فقط من بين 76 مليار شخص قد يحمل معدل ذكاء يبلغ 200 نقطة، وهذا يعني أن لا أحد في الوقت الحالي يمتلك هذا المعدل. يبلغ وزن السحابة الركامية العادية أو النوع الزغب حوالي 550 ألف كيلوغرام، ومع ذلك نراها تطفو مع كل هذا الوزن. أصغر شيء تم تصويره على الإطلاق كان ظل ذرة. بحلول عام 2100 يتوقع العلماء ارتفاع مستوى سطح البحر بمقدار 1.3 متر. يمكن للفئران شم جوع أفراد قطيعها فتشاركهم طعامها. عاش سلف جميع الحيوانات الحديثة في أستراليا قبل حوالي 500,000 سنة، وبدا مثل دودة الأرض. بعض أجنحة الفراشات أغمق من الفحم 100 مرة، لكن هذا التأثير مجرد وهم بصري يخلقه هيكل الجناح. في آسيا الوسطى يمكن للمغنيين التقليديين إصدار صوتين مميزين من حلوقهم في نفس الوقت. حاول غناء نوتتين موسيقيتين مختلفتين في نفس الوقت، لن تستطيع. تؤثر القطط المنزلية على الحياة البرية في محيطها أكثر بكثير من الحيوانات البرية الأخرى، خاصة الحيوانات المفترسة. هناك نوع من النمل يتطور في كلا الاتجاهين، إلى الأمام ثم إلى الخلف. بعد 12 يوماً فقط من تناول السكر يتغير هيكل دماغنا، ونواجه صعوبة في تأدية المهام بدون السكريات. أجل، تناولي كمية كافية منها بالنيابة عني. إن تعلمت شيئاً جديداً اليوم فامنح هذا الفيديو إعجاباً وشاركه مع صديق، وإليك فيديوهات أخرى ستحوز على إعجابك بالتأكيد. انقر على الفيديو الأيسر أو الأيمن لتبقى على الجانب المشرق من الحياة.